ووجودك بيضفي بهجه على الناس. يا رب ايه الكلام اللي تحبي قدام الكاميرا كده توجهيه للمشاهد العربي النهارده لكل الناس تتفرج عليك؟ بحبهم جدا جدا، وما تزعلوش مني اذا كنت يعني مقله شويه، بس ده لاحترامي ليكم، وعايزه اكون دايما في صوره كويسه، واي عمل بعمله بتمنى ان انا يتسقف لي ويتحفظ كلامي. احلى حاجه ضحكتني يعني وقف واحد من الام بي سي بيسجل معايا فقال لي على فكره بعد ما خلص قال لي انا حافظ كل كلمه من مسلسلاتك من وانا قد كده. هو طبعا طويل جدا هو بيجاملك يعني ارجع تاني انا كده. مش عايزه اسجل معايا يمشي ولد من هنا وهو ما شاء الله عليه.